اليوم لو أن رجلا منا قال له إنسان غني ثري صاحب منصب صاحب جاه، قال سوي اللي تبي ترى رزقك علي ومعاشك عندي وضمانك عندي، تجد سبحان الله الإنسان مطمئن منشرح الصدر لأنه يعرف أنه لن يفتقر ما دام هذا المليونير توعد وعده وأخذ عليه الضمانات بأنه لن يقطع عنه رزقه ولن يعني يترك له راتبة، تجد يعيش الإنسان في 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 راحة وانشراح. سبحان الله، هو بشر مثله، ممكن هذا الإنسان الغني يفتقر في لحظة، كيف إذا كان المتكفل بذلك ورب العالمين؟ الله يقول لك أنا حسبك، أنا كفيلك، أنا ضامنك، أنا رازقك، أنا معطيك، أنا واهبك. الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. حتى هذا الغني ممكن يخلف وعده ويرجع في 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 رأيه ويبدو له شيء آخر يغير رأيه بأي طريقة من الطرق.